اي حد يبنبخ معاكي في المعلوم تقولي لي على طول، خليكي عينيا. انت يا بت تعالي. تعالي انت يا بت. مالك يا بت؟ فيكي ايه؟ لون فصك ايه؟ يعني ايه؟ يعني عملتي اسد في الزنزانه ورحتي عند المأمور قلت له اتخبطنا واتصيتي الانفرادي لوحدك وطلعتيني منها. عايزه ايه مني يا بت؟ رسيني على الدور بالظبط عشان افهم. اوعي تكوني فاكره. عايزه يبقى ليا عندك واحده. انا ما بحبش الاذيه. ليكي عندي واحده؟ ليه ان شاء الله؟ عشان عارفه ان انت الوحيده اللي هينفع تخدميني هنا. واخدمك في ايه؟ عايزه تليفوني يخش لي الزنزانه. تليفون في الانفرادي؟ كان سجن ابوكي ولا ايه؟ 10,000 جنيه. ايه؟ 10,000 جنيه وتدخلي لي تليفون في الحبس الانفرادي. بس اللي انت بتطلبيه ده خطر قوي. امال انا هدفع 10,000 جنيه ليه؟ واحده زيك ليها صاحبه شويشه صول، وهدفع على طول بعد المصلحه. قلتي ايه؟ بابا تفتكر مره سلطان هتخرج من السجن؟ مره سلطان هتخرج من السجن؟ ايه اللي فكرت بالست دي؟ لا انا بسال عادي يعني. لا ده مش عادي يعني. من ساعه ما دخلت السجن وانت مش مظبوطه، في ايه؟ مش عارف. في احساس غريب كده حاسه بيه. زي يعني؟ حلمت بيها مرتين. واخر مره كانت امبارح. حلمت بيها مرتين ازاي يعني؟ كنا ماشيين في مكان غريب وهي كانت ماسكه ايدي. هو ده عادي انا عارفه، بس اللي انا مستغربه وانا مش عارفه انا صحيت مبسوطه ولا متضايقه. ده طبيعي جدا جدا. الحلم لغه اللعب. وبعدين انت قلتي لي ان الست دي او الست دي حاولت تخش حياتك وحياتنا اكثر من مره، وبعدين عملت معاك حاجات ومواقف كويسه جدا من غير ما تطلب منها اي حاجه. وانت قلت لي في مره ان هي جات العياده مخصوص عشان انت، وقالت لك ان انت اهم حاجه في حياتك. صح؟ صح. خلاص مفيش اي داعي للقلق والتوتر اللي انت فيه ده. كل الحاجات دي موجوده عندك في العقل الباطن في اللاوعي، وشويه شويه هتنسيها واحده واحده هتخلص خالص وكانها لم تكن. فهمتي؟ أكيد. اتفضل. دينا ازيك؟ اتفضلي. خليك قاعد ارتاح. ما كنتيش تتعبي نفسك، انا اصلا كنت خارج دلوقتي. اتعب نفسي؟ انت يعني كنت عايزني ابقى عارفه انك خارج النهارده مبقاش موجوده معاك؟ ولا انت بقى مش عايز تشوفني؟ لا طبعا، ده انا اكتر حاجه كانت مضايقاني وانا موجود هنا ان انا مش عارف اشوفك طول الوقت. وحشتيني قوي. بحبك. انا كمان. المهم يلا بقى مش وقت الكلام ده، يلا بينا نمشي عشان اعزمك على عشاء النهارده. ماشي. امال ماما فين؟ تقريبا وانا جايه شفتها كانت واقفه في الحسابات او حاجه كده. طب قولي لي الاول، بذمتك ما وحشتكيش طول الفترة دي؟ بصراحة وحشتني. وكانت فترة صعبة قوي عليا أنا كمان. بس هي عدت واحنا مع بعض دلوقتي. يلا بينا بقى. لا سيب عنك. لا 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 خليها دي خفيفة قوي والله. يلا. هو انا مش هاكل معاهم؟ لا الانفرادي ما بياكلوش مع حد وما بيخرجوش فسحة الا الصبح بس، الا اذا بقى ربنا افتكرك. انت بتدعي عليا؟ لا ابدا، ده انا بدعي لك وعايزه اعرفك اخرجك من هنا ازاي. هتخرجيني ازاي يا اختي هاتي؟ اسمعي كويس، ما تاكليش عيش كتير عشان بطنك ما توجعكيش، واخر النهار هاجي اخد منك بقيه العيش.
ترجمة